طريقه عمليه للدكتور ايمن نور، ويديله سنه بقى زياده. واستاذ عبد الرحمن بيه، عايزين نستمع يعني حوالي ربع ساعة. أقول لك بصمت اليوم اللي إن شاء الله كل يعني مدينة الإسماعيلية في رمضان ليها معاني دينية ومعاني وطنية. أذكر من أسبوع من أيام فجر رمضان اللي عمل الثورة بشكل في الإسماعيلية. الإسماعيلية زي العروس اللي بتتأهل للثورة. رمضان ده كان رمضان اللي قبل الثورة بشهر ليه طبيعة خاصة جدا بالاسكندرية. فأي حاجة ليها علاقة بالثورة في اسكندرية ليها طبيعة خاصة. وأنا مش غالب ولا كنت أنا في اسكندرية. اسكندرية الأم الشرعية للثورة بتاعت 1900. وهذا الكلام ليس محض عاطفة أو تعاطف من اسكندرية. لكن هو واقع. ربما بعض أصدقائي من الكوارث لما جم زارونا في مصر بعد الثوره فقلت لهم انتم القلب الكبير، انتم الحته القديمه وتقدرون تتكلموا. فوقف عليهم الحكايه احنا استرقينا الثوره بتاعتكم اللي انتم عملتوه في اسكندريه مع خالد سعيد، اللي هي فكره ترميز حاله حتى لو كانت مش كل الحاله، هي اكثر حاله معبره، لكن ترميز حاله وتحويلها الى دافع معنوي للثوره. فحصل في اسكندريه ان سيظل خالد سعيد رمز الحقيقي للثوره المصريه، وستظل معه اسكندريه رمز الحقيقي للثوره. لما ترجعوا للثوره 19 هتلاقوا حكايه غريبه قوي. هتلاقوا اسكندريه كان دايما عندها الدور الحقيقي. اخر مدينه خلدت فيها ثوره 19 كانت اسكندريه، وحتى في نور المقاومه بتاعت الثوره كانت ايام عرب في ثوره 19 دايما بتغلب الاسكندريه، دايما الاسكندريه الثوره المتواضعه فيها. خلينا نخش في الموضوع 30 يوم البيت اللي احنا قضيناهم مع الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسي. انا طبعا وافق كبير المسؤوليه بتاعتي اللي هي محمد سعد. هي مناظره ما كانت عندنا بس. في مسألة ال 30 يوم مش مدة كافية للحكم على أي حد أو على أي حد. لكن دايما في السياسة في أشياء تسمى تأشير عكس خط السير أو التأشير الذي يوحي خط السير. خلينا نتكلم عن 30 يوم من الإشارات. هل هذه الإشارات في الاتجاه الصحيح؟ أم هذه الإشارات في الاتجاه المعاكس لخط السير؟ الذي كان ينبغي ان تسير فيه بنور مع اول رئيس بعد اول ثوره عظيمه زي ثوره 65. انا في الحقيقه يعني لا اخفي عليكم ان انا من الناس الذين تعاطفوا مع الدكتور محمد مرسي عندما كانت المعركه بيني وبين مشكله. ولم املك شجاعه ان انا اقول ان انا مش هشارك في اسقاط المشكله. ربما ما كانش الهدف الحقيقي هو النجاح في المرسي. لكن يعني احنا اضطرينا لان هناك موقف صعب جدا الا هذا الموقف. ذاك اللي احنا رحنا له بقى كان مفترض ان لديه معلومات اساسيه فيما يتصل بطريق الاداء العملي، فيما يتصل بفريقه الرئاسي، فيما يتصل بحكومه الامه. كان عندي تعقيدات رئيسيه في طريق اتخاذ القرار اللي هي الحقيقه ما فرقتش خالص عن اي وقت سابق. يعني ربما مش بس في عهد مبارك ولا في عهد السادات ولا في عهد عبد الناصر. هي نفس الحاله بالنسبه لعبد الملك. هي نفس الحاله المصريه جدا اللي هي فيها شخص يرى انه الاب الشرعي للتجربه دي او الحاله دي هو المسؤول عنها. طيب دكتور محمد مرسي عهد في البدايه او قبل حتى البدايه
حالة حكمه أنه سيدير الأمور بشراكة وطنية واسعة. هذه الشراكة تبين أنها شركة فردية أو مؤسسة فردية ذات مسؤولية محدودة جدا والمسؤولية تقع عليه. يختار الحكومة ما لا نعرف ما هي القواعد التي حكمت اختيار في مصر عن كل شركة جديدة. الحقيقة فكرني كان شركة جديدة قصة لطيفة. أنا جالي مرة من وظيفة في أول حكومة فيها كوزير دخل القاعة عشان يكون اليمين وكنا في مجلس الشعب في الزراعة كان بالصدفة مجلس إلى جواري مكان سامي مرة علي الصوت ولا طيب؟ أكيد عليك هو أنا عايز أقول لحضرتك كده من بدري بس أنا أقول لك على فكرة نقف كده عشان الصوت يوصل فكان قاعد إلى جواري في اليوم اللطيف ده راح مطلع عليه أستاذ خان الشاذلي فدخل الوزراء فدخل واحد طويل جدا 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 لدرجة مشفتهاش في حياتي قبل كده فوطيت على كمال الشاذلي قلت له الراجل ده قلت له فضحك قلت له هو الراجل ده لا يمكن يكون احمد رد ولا عزا ولا فرح ولا مؤتمر ولا شارك في مظاهرة ولا حتى دخل اي حتة احنا موجودين فيها احنا ما كناش شفناه ولذا ما كنا هننسى ان في مصر واحد من طول الفظيع ده لما اختاروا الشكل دي الحقيقه الولاد ده مصورين الشكل دي ايه؟ ما شفناهوش قبل كده ملوش دور سمعته النهارده في التلفزيون بيتكلم بيحكي عن ذكرياته خارج مصر هي متصوره ويعني ده طبعا مش مبرر كافي هو ما كانش باسم الثوره تاني بيقول رئيس وزراء من خارج راح متصوره يعني علينا ان نفهم ان الرساله واضحه كان هناك خيارات كثيره جدا انا مش بتكلم عن بلدنا الجديده ومش متمسك بمحافظ مصر دي بلدي ولو ما جابش بلدي الاخر لا احنا مش من اصحاب النظريه لكن بالقطر لو كان اختار بلدي كانت تبقى اشاره مختلفه لكن انا ما اختارش بلدي ما اختارش اي حد شبه بلدي ولا اي حد له علاقه بالثوره ولا اي حد له علاقه بالحركه الوطنيه ولا اي حد له علاقه بالعمل السياسي فانت تولي رساله واضحه انك تعود مره اخرى لزمن الفترات والحقيقه كمان لما نخش على زمن الفترات من اكثر ومن اولى اذا كنا بنتكلم عن التكنوقراط في ناس كتير تكنوقراط في مصر اظن عندهم كفاءه ورشاده وخبره وكياسه وحقول اكثر مما يحظى به الشخص اللطيف الشاب الجميل اللي اسمه محمد شاب والحقيقه لما تقول الشاب الجميل يبقى لازم نعرف ان الحكومه لازم تكون زي اللي احنا شفناها معاها هي حكومة هذا الكلام كله على المسائل المسؤول عنه انخفض الحجم التوقعات والامال لدى الراي العالي المصري الى الحد الادنى من يعني من هذه التوقعات يعني اقل مستوى من التوقعات كان ممكن الناس تروح له هو الادنى وصلناه في الدرجه في السياسه مفيش حاجه اسمها صدقت مصدقت كل حاجه اختباريه. يعني انا شخصيا لما تقولي لي في السياسه اي معلومه اقول لك ما اختبرها. الا كل ربنا سبحانه وتعالى. دي حاجه الوحيده اللي انا مسلم بيها من غير اختبار. لكن في العالم السياسي ما فيش حاجه اسمها بس صدقت ولا كسبت. حد بيكون معاك وانا دايما اقول انت حر الى ان تعد. اول ما تعد خلاص حريتك اتقيدت. هو حريته اتقيدت بينا وعدك. انا صدقت ما صدقتش لكن المهم ان هو لازم يصدقني هو لازم يلتزم بالمقاييس لان زي ما قال الماضي مصر ما بقتش مصر اللي قبل الثوره مصر بقى فيها 90 مليون شخص و180 مليون عين و180 مليون اذن و180 مليون لسان او 90 مليون لسان لازم ناخد لسانين زي دلوقتي لازم تحيي تحيي بيه خليني مخلص مع حضرتك يعني فعايز ارجع واقول ان كان حرا ان لم يعد لكنه وعد وبالتالي هو ليس حر في اختيار عقيده بهذا الشكل هو ليس حر في اختيار فريق رئاسي بهذا الشكل ده مش انتقاصا من فكره حريه الرئيس لكن يعني التزاما بفكره ان الذي يعد ليس حر فهو ليس حر في ان يختار حكومة تحبط الناس بهذه السلوك ربما لا يوجد في هذه الحكومة إلا سياسي وحيد
الديني وهو الدكتور محمد محسون وزمان تأسيسية، لكن حد وضع برضه من الدكتور محمد محسون لم يختار باعتبار قيادي حزب الوسط، لأن لو كنت لسه جاي دلوقتي حالا من فطار حزب الوسط وكان معايا المهندس الأسبوعية الماضي وأكد لي ما سبق أنه لم يتم أي اتصال بحزب الوسط ولم يتم أي اتصال رسمي بحزب غير اتصال الذي تم كان اتصال شخصيا وكانت طروحات شخصية، لكن احنا ما عندناش أشخاص نقدر نقدمه للحكومة بتاعتنا، لكن عندنا حزب يقدر يتعاون مع الحزب فهم لم يتصلوا بينا كحزب، وبالتالي حتى رفضنا لبعض العروض كان رفض مرتبط أنه عرض شخصي ومن عرضه قال هذا عرض لشخصك مش للحزب، وبالتالي واضح ان احنا عندنا نفس المنطق. وقال لي الكلام ده على فكره زملائنا في حزب الوفد، قال لي الكلام ده زملائنا في احسن مركز وفي اكثر من قوى اللي كان متوقع ان يشارك في الحكومه الحاضره، بمعنى ان النظره للعمل السياسي والحزب اللي كانت عند الرئيس الجديد زي الرئيس الجديد بالظبط، بيعتقد ان هذه الاحزاب عبرات ويجب الا ننظر لمثل هذه العبرات، لكن والله عندهم بشكل كويس كده طلع بالمستوى زي حسام مثلا، بنقول له تعالى يا حسام انت بعيدا عن الحزب بتاعك او بعيدا عن المنظومه السياسيه بتاعتك. فاحنا رجعنا للزمن مره اخرى عدم احترام الكوره والكيانات السياسيه اللي هي انتجت الدكتور محمد مرسي، لان هو في الحقيقه هو اللي كان جزء من هذه الكوره، سواء كانت هو اكبر شويه اصغر شويه اقدم شويه احدث شويه، لكن هو نتاج يعني هو الدكتور محمد مرسي هل كان يمكن ان يتوقع هو شخصيا ان هو هيبقى رئيس كوريا؟ يعني لولا ان الامر يعتبر ان الاخوان عندهم دور وهذا الدور انتج من عندهم مرشح وهذا المرشح لم يوافق ان هو يكمل فبقى المرشح اللي بيقول الدكتور مرسي، ومن هنا احترامه لفكره القوى السياسيه اللي انتجته الحقيقه لم يظهر بدرجه كافيه في ال 30 يوم اللي فات. احنا التقينا بيه مره واثنين وثلاثه منهم مره او مرتين في المحليه القصر الرئاسي، ومرة تالتة أظن كان في يوم تخرج في الكلية الحربية، ودارت حوارات كثيرة، وهو الراجل أعطي وأنا عارف أنا زملت هذا الرجل مرتين، مرة خمس سنين في الثمانينات، كان جالس في الصف بعد مباشرة، كان في حوار دائم يعني أو مش دائم، كان في حوار بينا، ومرة تانية زملته في السجن حيث زارني في بنفس السجن انا كنت فيه مده خمس اشهر، التقينا فيه مره واحده صحيح، لكن كنا متجاورين يعني على بعد امتار، انا اعرف هذا الرجل، هو راجل عاقل، راجل جاد يعني مش هازم مش معلم، بالعكس راجل عاقل وعالم ويستدعى بشكل جيد ويحترم قيادته جدا بشكل مذهل. وبعدين مش اتصلت والمطير دي الموضوع ده خلينا نقول 30 يوم مش مده كافيه للحكم عليه، لكن الاشارات التي جاءت مخالفه للتوقعات في 30 يوم تحملنا ان ننظر لتجربه بقدر كبير من القلق بقدر كبير من التحذير من مخاطر ومغبه الاستمرار من هذا المسار غير الواعي. قرار الدكتور محمد مرسي بعون كل الشعب كان خطيئة وليس في فرق من قطر عمل مجلس الشعب لأنه يعني وبعدين الحقيقة ما فهمتش وأنا سألته يعني ليه؟ مين استفاد من هذا القرار؟ مين صح ولا صح؟ واحد أو مش بعض الوقت أنا على أي حال أخواني مش عايز استثناء مجموعة مواطن استثمار واسع، لكن عايز اقول ان الحقيقه ان قرار مجلس الشعب قرار خاطئ، اختياره لرئيس الوزراء كان اقل بكثير جدا من حجم توقعات الشارع، وبالتالي تبع ده اختياره لمجلس الوزراء بشكل عام اختيار اقل بكثير من التوقعات، سواء
عدم وجود اي نماذج واضحه انها يعني تحصل قبل الانتصاب الشارع العام او الحياه العامه، او كمان وجود رموز روحيه ليها علاقه بنظام الصرف. يعني اظن ان في ثلاث اربع وزارات او خمسه يجوز ربما بقلب مطمئن نستطيع ان نقول انه يعني يرتبط بالنظام السابق اكثر. احمد كمان الدين ده على فكره ابن اخو عبد الله هو اللي جيت على المعارضه دي مش هتصير ان شاء الله. مش عارف لا فاحنا متفقين خير ان شاء الله. شاهد بعدين اخر انتظارين وشهادة الحقيقة العهد يعني شريف واحنا بالظبط. فهي مؤشرات الحقيقة مخيفة جدا في اختيار رئيس الوزراء واختيار الوزراء. أيضا بعض المشروعات أنا سمعت كلام صديقي العزيز الصدارة هو الزميل ياسر علي اللي بيتكلم عن تجهيزات الرئيس 30 يوم النهارده هنا في ساعة على الباب كان بيتكلم عن حاجات لطيفة جدا. يعني من ضمنها مثلا مشروع قانون بتاع المطار، وانا مش ضد هذا المشروع مستعد اخد نقاش وانزل النهارده بشكل رمزي عن او التعبير عن فكره الانتماء للبلد، لكن مش عشان احل مشكله النظافه. اذا حد تصور انك تحل مشكله النظافه كده يبقى احنا مش هنحل اي مشكله لا كده ولا غير كده، لان هذا هو الطريق الخطا. انت بتعمل حاله من الحالات الرمزيه عشان توجه رساله للناس ان انت بتعمل بلدك ولا ما بتعملش. لكن اذا كان ده متصور انه قضى على مشكله النظافه فانا مستعد اخده معايا في سيارتي واعتبره على مستوى النظافه في القاهره وفي اسكندريه وفي كل المحافظات المصريه. هذا ليس حل وهذه ليست حلول. هذه امور رمزيه قد نقبل بها قد نرحب بها باعتبارها يعني مشروع الكشافه مشروع الشوارع مش عارف الجهاز يعني، لكن ده عشان يبقى مشروع قوي اتكلم عنه في مازال 30 يوم مسألة في المنتهى. لما بنتكلم عن مش عايز اتكلم عن الحقيقة اللي بتتكلم كتير موجود عليه يعني مسألة محطتين كهرباء، لا محطات الكهرباء دي جاية في مصر 2002 باين حاجة يعني حاجة أقدم كتير جدا حتى من الثورة ومن قبل الثورة ومن بعد الثورة. الكلام اللي دول إجازات 30 يوم محطتين كهرباء أظن ده كلام يعني لا يجوز. مبارك عندنا السبانة في البيوت. عرفت يا مبارك في 2005 لما كنت مشروعات في الحزب. لا مبارك في الحزب. راجل ده ظالم عندنا في الحزب قرص ظالم. زي مبارك. اه في حاجة زي مبارك. لا بس يا شبه مبارك. على أي حال الأحوال ده طبعا مش في كتابة ده هزار بيني وبين الأستاذ. على أي حال الأحوال 30 يوم زي ما قال مبارك مدة مش كافية لكن إشارات كافية إنها خطر محذر منه الرئيس الكرسي من مصلحتنا ومصلحه كل القوى الوطنيه والجميع ان تنجح تجربه الجمهوريه الحاليه، واحنا كلنا سنساعد في نجاحها وسنظل نساعد من واقعنا، واقعنا اللي هي المعارضه. والحقيقه ده افضل مساعده نقدر نساعدها الدكتور مصر ومبشر بيها الان وانا اعلنها الان، وانا اعلنتها بالمناسبه عندما ايدنا مرسي في الوجه الشديد قلت واحنا بنتعهد اننا سنكون معارضين في حالة نجاح أي من الاثنين مرسي أو شركة. فإحنا التزاما بعروضنا ويا رب يقتدوا بينا إحنا سنكون معارضين للنظام أو مش للنظام معارضين لما يرتكب من أخطاء في زمن الرئيس مرسي. وهذه المعارضة أفضل مساعدة نستطيع أن نقدمها للدكتور محمد مرسي لعله يستفيد منها ولعله يرى فيها روح إيجابية لتصحيح مسار يجب أن نتصحح قبل أن نفقد الفرصة الأخيرة في ثورتنا اللي هي ربما هم جم فيها متأخرين شوية ربما مشوا بدري شوية بس هم كمان جزء من هذه الثورة اللي احنا يجب أن نحرص عليها. أشكركم جدا جدا ومعتذر إني كنت تجاوزت أكثر من الاستثناء المقرر من الماضي وهستأذنكم معاهم زي المسؤول واستأذنكم بعد زي سيد التأخير إن أنا أستأذن بعد خمس دقايق عشان بس عندنا ارتباط في قرار الحزب. المنتج النهائي لن يتأثر بهذه الخزعبلات اللي بتظهر أحيانا في بعض الاقتراحات اللي هي في النهاية تعبر عن أشخاص أصحاب. المنتج النهائي مسؤوليتنا أمام الله وأمام ولادنا وأمام الأجيال اللي جاية
ومش هنسمح ابدا ابدا ان يحصل تفريط. مش هنطلع في النهايه السور نمران ده شويه، بس مش هنطلع لا دستور اسلامي ولا دستور اشتراكي ولا دستور مش عارف ايه. في حاجات هتهم بعض الناس، المهم انه ما يبقاش طائفي، مش هيكون طائفي وهيكرس فكره الدوله المدنيه وحقوق المواطنه والمساواه. لا هو دستور وسطي مقبول هنستفيد فيه جدا. مشروع 54 والدستور 71 والدستور باين، الدستور 23 والدستور ممتاز، هنستفيد فيه ببعض الافكار الحديثه تحديدا في حقوق الحريات. عندنا حقوق لم تكن وارده في اي دستور منظمه في العالم، مش بس في مصر، استخدمنا هذه الحقوق الحديثه. بيتكلم بقى عن دولة شورية ومش عارف ايه، كان كلام بيطلع كده في بعض اللجان، تلاقي خمسة ستة من أصدقاء من طيبين وموجودين مش عارف حزب ايه، قاعدين في لجنة فاهمين مصوبين حتة كده، فتعدي فنرجع نلحقها في السيارة أو نلحقها في لجنة تانية فتشال. لكن كلام بيفضل يتكلم عن قصة شورية اللي هي مش موجودة، بيتكلم عن مادة تانية باعتبارها تعدلت وتغيرت وحصل ووصل والازهر والكل كانه مش هيحصل ولا مرجعيه لاحد. الازهر يديني نص الرحمة، نص الدين سيظل سيظل كما هو. مرجعيه الازهر دي خطوره، انه اذا تم السيطره عليه بدوائر في الفتره اللي جايه فتبقى مرجعيته راحت، يعني استغلت بقى لله. عايز اقول لك حاجه، اولا مرجعيه الازهر دي مش ممكن. واحنا قعدنا مع الشيخ الازهر، قعدنا مع الاحسن من الشيخ الازهر اللي هو الشيخ حسن الشافعي، ده شيء هايل. انا الحقيقه انا كنت انا ومنارش واخواتي امبارح الساعه 5 قبل الفطار ان انا اقابل دي، من كتر ما هذا الرجل العظيم ده من اعظم الناس شفتهم في حياتي، وده اللي بيشمله فيه في ازهر اللي احنا ما شفناهوش. احنا ما لحقناش الازهر العظيم، احنا شفنا الازهر في ايام الانحدار. حسن الشافعي امبارح جه احد الزملاء من حزب الاصدقاء اللي مش طيبين، في عندنا اصدقاء طيبين ومش طيبين ولا مين؟ معرفش. قام قال اقتراح عجيب جدا، قال احنا عايزين نلغي النص ده في الاعلام السياره، نص كان خاص بحقوق الحريات بنتكلم فيه عن تجريم العبوديه والتجاره بالبشر والجنس والتجاره بالجنس والتجاره بالاطفال والتجاره بالاعضاء والكلام. قال لك لا لا لا، جوز مصر ما فيش كلام. يعني ايه التجاره بالجنس؟ مصر فيها تجارب الجنس، مصر فيها عبودية، وقف بقى يقول مصر فيها عبودية، أنا مش عارف مصر فيها عبودية، بس هي عبودية مش يعني مش عبودية قانونية، في أشكال من العبودية المعنوية والنفسية. فأنا الحقيقة كنت لسه بفكر أرد أقول له إيه، لقيت الشيخ حسن هو راجل متقدم جدا جدا في السن، يعني حاجة 80 سنة، كان سنة 30 باين الأول على كلية دار العلوم والأول على الشريعة والقانون في نفس السنة. كان بيدرس في الكليتين، كان بيطلع الاول حد عبقري، حاجه مذهله. قال له في عبوديه، في عبوديه في بعض الدول العربيه، وانتوا شايلين النص ده عشان الدوله العربيه اسمها اللي هي مش عارف ايه كده، عشان الدوله دي فيها عبوديه، وانتوا شايلين النص ده عشان الدوله دي. وانا بقول لازم يبقى هذا النص ده الاصغر اللي كان من اللي احنا خايفين من رعيته. يا رب يبقى عندنا حاجه بنقاء وتهم وشرف ووضوح رؤيه الازهر. الازهر رائع، اهدافه التشريعيه مذهل، بعض الاحزاب الليبراليه مخجله اصحابها او يعني ممثلينها يقولوا كلام يخلينا عايزين نغطي الشارع من كتر الخجل اللي هم بيقولوه. الازهر حتى الان ظابط ايقاعه 100%. انا معاك ما نقدرش نراهن على ده على طول، لكن نقدر نقول ان الازهر يكون له استقلاليه عشان نراجع مصر الازهر. تقريبا محتمى عقليه وموضوع صحفي؟ لا طيب الحمد لله. كل صحفي انت عامل ايه؟ يعني بص الموضوع مش سيبقى هذا الموضوع حساس شويه. انا عمري ما في لجنه خمسه لا انا كلهم ممكن يشرحوا يعني مش هقدر افوت في لجنه من خمسه فيها عمرو يوسف علينا والعيال ماضي وعصام العيال ومنتوشي دول الخمسه بيعملوا النصوص الخاصه بالامن القومي اللي هي الخاصه بالداخليه وال
اقدرش اقول له ايه بقى من النهارده لسه دلوقتي عايز اقول لك خبر لطيف عمرو موسى من احسن واشرف وافضل الناس اللي بيشتغل في لجنه التسليم كنت اتمنى واقعد ادعي كده اهو يا رب يرسلنا الاثنين زي في جامعه التسليم لانه حد بيحضر كل الاجتماعات بيحضر كل اللجان بيدافع عن مدنيه الدوله باستماته يعني نص الاجتماعات بقعد اشده عشان يهديه لما بيحصل حاجه من طرفه يا ريت كان عندنا في ده ربنا يكرمك ارجع تاني اقولكوا موضوع الجيش سيبقى وضع الجيش على 71 71 بالنسبة لنا كافي جدا لان احنا ما كانش عندنا ازمة مع المؤسسة العسكرية من 71 لغاية السابق الازمة ظهرت بعد كده الوضع مش هيتحسن قوي عن السور 71 الا فيما يتصل بالميزانية عندنا جزء الميزانية هيقعد على مجلس الشعب هيقعد على الجهاز المركزي للانتداب هو الجزء الخاص بالنشاط الاقتصادي والإجباري والخدمة العامة والخدمة الوطنية من آخر هذا الكلام. الجزء الخاص بالتصريح هيعرض على لجنة اسمها لجنة الأمن القومي أو مجلس الدفاع الوطني هو عارف القانون. دي عبارة عن 8 مدنيين وسط كده وغير أي. 8 مدنيين و 8 عسكريين ورئيس جمهورية مراجح الدين دي هيعرض عليها الجزء الخاص بالتصريح وده النظريه دي موجوده في امريكا وموجوده في دول كتير في اوروبا لان في النهايه الحقيقه يعني صعب جدا تقول ان التصريح كتصريح اتعرض على البرلمان في الخصوص هو ده المنطقه اللي بتوصل تشريعات المعترض على المجلس برضه بتاع مجلس الدفاع الوطني ده هتعرض يتدقق ثم تقرر وتناقش او ترفض في البرلمان هو ده الحل الوسط من هذا المصاب مش موافق بس هو ده اللي احنا وصلنا ده اللي احنا وصلنا معلش انا عليها اي تيار خطر عليها بحكم العسكري بتاعنا ان انا عندي النهارده رئيس الحي ده اللي هو سابق كده مكمل كلمه رئيس الحي وكده ففي حاجه بتصير ممكن تواجه لنا ده ولا المرحلة الجاية لازم نفكر جديا في مسألة نقوم حكاية عسكرة المحاصرة ولا إخوان المسلمين. عايزين ولا عايزين. عايزين نتبنى بعد كده وأنا بقول لكم إحنا في المرحلة الجاية والبابا ده يكون شعارنا الانتخاب الانتخابات القادمة الحفاظ على استقلالية جهاز الخدمة العامة في مصر. الدولة في مصر. هتبقى عسكرية ولا تبقى أمنية ولا تبقى أي حاجة. الكفاءة هي المعيار الاختيار في مواقع الخدمات. لذلك أنا مش ضد الدكتور محمد مرسي زي ما قلت من البداية، لكن أنا هكون ضد أي محاولة للتبلبل في مفاصل الخدمات. هكون ضد أي محاولة لو الجيش عملها لمرة أخرى نعود لفكرة المحافظ العسكري ورئيس المدينة العسكري ورئيس الحي العسكري ورئيس الكافيتيريا أو القهوة اللي جنبنا برضه العسكري. هذا الكلام الحقيقة لازم نواجهه ولازم يكون ده جزء من مشروع قوى المدنية في المرحلة الجاية أن تطهر الدولة من فكرة هذه الأزمات اللي بقالنا 60 سنة مش 30 سنة عايشين فيها ولازم نتخلص منها إذا كنا نسعى لفكرة دولة مدنية حقيقية. أنا بشكركم جدا ومعتذر إذا كنت أخطأت مرتين مرة قبل الصور ومرة بعد ما كنت لا 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 عمل ايه النهارده 4 بيان بيقول ان احنا سوف نتفق مع المركز الصحي.
بس عايز اعرف مين هذا وفي اتصال مع الجهات الرسميه اللي هي الاستثماريه تشهد تزود ويعني مش قادر اتكلم عشان عندي الزمن لازم اسمع كام لكن خلال ايام القليله وقبل استقلال مصر جدي او هنعمل موقف جدي ضد في الفلوس. طب سؤال بس عن الاستاذ اخر سؤال عشان ما امشي طب سؤال مش عشان تسمع يا جماعه رأيي موجود ده اسمه رئيس جمهور. اوكي؟ فصار رئيس جمهور تقديري لمدة 4 سنين على الأقل. أنا بقيمه في سبيل الانتخابات. وبعرضه في الحياة السياسية. وأنا مش ناوي إن أنا أقول يعني ما قبل إيه؟ ما قبل السبيل. الحياة السورية مش قوي لا لا كتير كتير الايكون مقام الصندوق ده كان عندنا وقف واضح عشان نكلم صلاح موقف حسبنا كان انتخابات الرئاسه احنا عملنا اجتماع وعملنا تصويت والتصويت ده اختاروا اثنين اختار حكيم صباحي اختار عمرو موسى والاثنين كانوا بنفس النسبه. عدنا التصويت فطلع بنفس النتيجه. فاعطينا الحق لكل زميل هو يختار من حد اللي ما قدرناش ناخد قرار نهائي اغلبيه نطمئن به. وده اللي حصل وبناء عليه احنا لم يكن لدينا موقف في المرحله الاولى. نفس الهيئه العليا دي اللي محمد مرسي بالمناسبه اخذ الهيئه العليا عندنا دلوقتي 300. محمد مرسي اخذ 3 اصوات في التصويت الاولاني. هو ده اللي اختاروه ثاني مره ما لقيناه بديل احمد شفيق. احنا في النهايه احنا مش هنقف ابدا مع احمد شفيق ولا هنرجع احمد شفيق تحت اي مبرر وتحت اي سبب نرى انه الظل الاقرب لحسني مبارك يبقى نرجع حسني مبارك احسن. فاحنا موقفنا قبل الصندوق قبل الانتخابات كان ان احنا نعرف ان يوسف راقي اولا عمرو موسى ثانيا كان الحزب بيشتغل بالاثنين في المرحله الاولى المرحله الثانيه للاسف الواقع حطينا امام اختيار لا ثوره ده ضد الثوره. انا هقول على حاجه بصراحه انا كرهي او خلافي مع الاخوان حب الثوره اكبر مني عشان كده ما عرفت مع محمد موسى اني بحب الثوره ولاني ضد ان يجي احمد شفيق تحت اي مبرر حتى ولو كان مبرر عقائدي او ايديولوجي او وفقا لتوجهات الشخصيه ممكن يكون اقوى لكن بقول لكم الحقيقه كانت الثوره ستقتال في ساعه ممكن دلوقتي تقتل في 30 يوم الله اعلم لكن بعد ساعة من نجاح احمد شفيق كان علينا جميعا ان نستعد ان احنا ناخد عزل الثورة. انا بعتذر لانه عندي
بنعرف نقرر لازم نشوف الثورة عشان السوبر ممكن لا لا ارجوكم انا بس تنزلكم اعضاء الجمعيه التعبيريه طيب ما هو ايه في رايك الجمعيه التاسيسيه بتزيع على الثورة كلنا الجمعيه التاسيسيه ايه بتزيع على الثورة لا لا مش موضوعنا شغلة الصوت فتعالي بقى حمام مناقشة دلوقتي حمام مناقشة الصوت مع القرارات العمالية في عندنا في القرار الكاسب السعودية البشر عليك قضية الرومة خلص نبويتك تعالى احنا موجودين وأقدر أقول لك يعني إيه إن المولود الوحيد الحقيقي والشرعي للثورة هو هذا الدستور اللي أنت شايفه بيها في